حين تساءل عن إمكانية تبني فكرة إنجاز فيلم سينمائي حول الشيخ المغيلي. لا يختلف اثنان أن الشيخ المغيلي طفرة زمانه من حيث الرؤية والتقدير والعلم والرسالة، فقد كان رجلا بأمة، ودليل ذلك ما يتواتر من سيرته ومنجزه. وكما تعلمون فقد خصه السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعقد ملتقى الجزائر الدولي الموسوم بالإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية ووحدتها، الذي نظم بالجزائر في 12 و13 ديسمبر 2022. وهو الملتقى الذي كان له صدى كبير، وتشرفت وزارة الثقافة والفنون بالمساهمة في أشغاله وفي تنفيذ جزء من توصياته، وما تزال عاكفة على ذلك. وعشية أشغال الملتقى كان لقطاع الثقافة والفنون شرف التكفل بطبع 3000 نسخة من كتاب تعريفي حول حياة وآراء الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، والذي وزع على الوفود المشاركة. بعدها تم سحب طبعة ثانية من 3500 نسخة من الكتاب ذاته ومن اللغات ذاتها، إضافة إلى لغة الهوسة. وجاري الآن عملية نشر أشغال ومخرجات الملتقى ب 4500 نسخة بالعربية والإنجليزية والفرنسية. وفي ذات السياق، نحن اليوم بصدد تحضير لفعالية تنخرط في التوصيات وتعد من مخرجات الملتقى ذاته، وهي الأسبوع الثقافي الإفريقي في أدرار بعنوان أدرار عاصمة للثقافة الإفريقية، ضمن مسعى شامل للانسجام مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تكريس دور الجزائر كمنبع للإشعاع الحضاري والثقافي في إفريقيا، ووطن للفكر الإصلاحي والتحرري بوسطيتها الدينية ومبادئها الإنسانية السامحة التي جعلت منها مرجعية لكثير من الشعوب الإفريقية. وضمن المسعى ذاته، وافق السيد الرئيس على اعتماد جائزة الإمام المغيلي السنوية للدراسات التراثية والثقافية المشتركة، وكذا على إنجاز فيلم مطول عن الإمام المغيلي يؤرخ لأمجاده وإنجازاته ومآثره، والتي تركت الكثير ونهضت بأدوار دعوية واجتماعية واقتصادية وسياسية خلال القرن الخامس عشر الميلادي، والذي كان يحمل مشروعا رائدا في بناء الدولة وإرساء ركائز الحكم الراشد، وكان يحظى في تلك الفترة بمكانة مرموقة داخل الوطن وخارجه، خصوصا في بعض الدول الإفريقية أو البلدان الإفريقية. لا يخفى عليكم سيدي النائب المحترم أن إنجاز فيلم بهذا الحجم يتطلب منا توفير الشروط الضرورية لإنجازه، منها بعض العوامل التقنية والفنية على غرار توفر سيناريو جامع حول هذه الشخصية المتعددة الأبعاد. ولهذا ستعمد الوزارة ضمن برنامج الدعم السينمائي لسنة 2024 إلى إطلاق مسابقة وطنية لاختيار أحسن سيناريو لإنجاز مشروع الفيلم السينمائي حول الإمام عبد الكريم المغيلي. ولا بأس أن أذكركم السيد عضو مجلس الأمة المحترم أنه قد تم إنجاز فيلم وثائقي لمدة 70 دقيقة حول الشيخ عبد الكريم المغيلي سنة 2011 في إطار تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية. وقد تناول هذا الفيلم الوثائقي سيرة الشيخ الفقيه والداعية وأهم المحطات التي طبعت حياته.